بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتينا شرح لميزة جديدة في برنامج الواتساب، وهو إخفاء آخر ظهور لبعض الأشخاص من جهات الاتصال. إذا أنت مثلا حاب تحدد جهات اتصال معينة وليس الكل، نروح من البداية على الإعدادات، بعد كده نروح على الحساب، بعد كده نروح على الخصوصية، بعد كده نروح على كلمة آخر ظهور. أنا مختار لا أحد لكل جهات الاتصال، سواء اللي نضيفهم أو غيرنا نضيفهم، لكن لو أنا من جهة اتصالي باستثناء، هذه هي الميزة الجديدة. بعد كده أقدر أختار أي شخص، أنا مثلا ماني حاب أنه يشوف آخر ظهور، مثلا أنا اخترت راح يظهر معنا بعلامة تكس، بعد كده نضغط على كلمة تم. بعد ما نضغط على كلمة تم ما راح يقدر يشوف معنا آخر ظهور. فأتمنى قدرت أفيدكم بشيء بسيط. كان معكم أخوكم خادم ناري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.